تشيه جهود المندوبية العامة الرامية إلى تحديد حاضرة السجون بأقاليمنا الجنوبية. على غرار باقي المؤسسات السجنية يحتفل أطر موظف السجن المحلي العيون جوج اليوم بالذكرى 16 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهي مناسبة يتم من خلال الوقوف على أهم المحطات والمنجزات والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها برسم هذه السنة، وكذلك الاحتفاء بما تم تحقيقها من نتائج إيجابية تعزز مكانة المؤسسة في المنظومة التربوية وفي المنظومة الإدماجية. كذلك هي مناسبة يتم من خلالها استعراض التضحيات الموظفين المنتسبين لقطاع المندوبية العامة لإدارة السجن وإعادة الإدماج وما ما يبذلونه من جهد جهيد ومن خدمات جليلة من أجل أداء واجبهم المهني في ظروف من أجل أداء واجبهم المهني، كما أنها كذلك مناسبة يتم من خلالها الاحتفاء بالموظف المتميز والموظف المتميزة برسم سنة 2023-2024 لما أبان عنه من نكران الذات وتضحيات الجسام، وكذلك ولما أبان عنه من انضباط المهني والروح المسؤولية العالية أثناء أداء واجبهم المهني، وكذلك تحفيزا للزملاء الموظفين من أجل حدوهم حتى نتمكن جميعا من تنزيل البرامج الإدماجية للمندوبية العامة ومن أجل وكذا تنزيل استراتيجيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أرض الواقع من أجل تحقيق إدماج فعال لزملاء المؤسسات السجنية في المجتمع بعد الإفراج عنهم.